لما يكون عندنا oral infection زين في الأطفال، متى نعطيهم مضاد حيوي ومتى ما نعطيهم. هذه الشغلة فيها paper منشورة في الأمريكان أسوسيشن أوف بيدياتريك دنتستري. انزين بحط لكم البيبر وبعدين بلخص لكم أهم ما جاء. بداية البيبر يقولون إن لازم نضبط صرف المضادات الحيوية بشكل دقيق عشان لا تصير عندنا فوضى. بالأساس هي صايرة الفوضى، لكن نحاول نقلل هذه الفوضى ونرتب الأمور أكثر. بعدين البيبر تكلمت عن شوية يعني سيتويشن ممكن تمر علينا في العيادة وشلون نسوي لها مانجمنت انزين، او نسوي حق الانفكشن هذا مانجمنت. بداية تكلموا عن لما يجينا طفل وعنده ووند بالفم، الووند هذا سواء كان بسبب تروما او بسبب اكستراكشن احنا سويناه، هل يحتاج نعطي مضاد حيوي ولا لا؟ قاعد يقولون لازم نشوف عدة فاكتورز، نشوف الايج، نشوف الميديكال كونديشن مال الطفل، اذا كان عنده اي سيستميك ديزيز ممكن تاثر على الاميونيتي. لكن بشكل عام بالهيلثي بيشنتس والووند يكون مو كونتامينيتد، فيكفي ان احنا نسوي له ديس انفكشن باي لوكال انتيبايوتيك او انتيسيبتيك يعني اريجيشن، وما نحتاج نعطي مضاد حيوي. لكن اذا كان عندنا دي بوند وعندنا ديرتي اريا او الطفل كان ان هيلثي يعني عنده ميديكال كونديشنز او ميديكال ايشوز، فإعطاء المضاد الحيوي في هذه الحالة مفيد للوقاية من حدوث سفير انفكشن أو سبريد حق الانفكشن. ولو بنعطي الطفل مضاد حيوي، شنو المضاد الحيوي رقم واحد؟ راح يكون الأموكسيسيلين أو البنسلين في. إذا الانفكشن كان فيري سفير ممكن نضيف له مترينيدازول أز أدجنكتيف. حلو، مدة الكورس مال المضاد الحيوي من 5 إلى 7 أيام حسب السيفيريتي أوف إنفكشن. متى نبتدي في المضاد الحيوي؟ as soon as possible. عن البلبايتس، أكيوت إبيكال بيريدنتايتس، ساينس تراكت، هذه كلها ممكن نسوي لها مانجمنت لوكالي، بمعنى إما نسوي بلباكتومي، بلباتومي، اكستراكشن، ما في حاجة إن إحنا نعطي أنتيبيوتيك unless في systemic involvement. systemic involvement شنو يعني؟ يعني في عندنا cellulitis، عندنا lymph node enlargement، عندنا fever، بهالحالة لازم نعطي مضاد حيوي مع local treatment. نتكلم عن حالات التروما، إذا كان في عندنا أفالس توث يعني ضرس طلع من السوكت ماله وحبينا نرده، فمن المفيد إن إحنا نعطي كورس مضاد حيوي بتترا سايكلين أو دوكسي سايكلين، بشرط إن الطفل يكون يعني عدى مرحلة التوث فورميشن عشان لا يصير فيه ستين، إنزين للحماية من أي إنفكشن ممكن يصير.